وكيف ما كتعرفوا دابا موسم الاعراس البنات، شوفوا معايا هاد المدام شي حاجه طوب. هادو ايوب، ودابا غندوزو لعشاق العود اللي كيسولونا دائما على التسنيسلات ديال العود. شوفوا معنا البنات، ودابا البنات غندوزو للخويت مات، كاين حتى المارياج، نوريكم خويت مات عاديين عاد ندوزو للمارياجات. شوفوا معنا حتى هاد الخاتم هذا حتى هو شحال غزال هذا. وشوفوا معنا حتى هاد الطقم البنات، ها هو شي حاجه طوب، هذا سميتو الكلاش. ودابا غندوزو لكم الحلقات، شوفوا معنا هاد الحلقات هادو تاع البنيتات الصغار. السلام عليكم متتبعين قناه مريم شانيل، كديرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بالف خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. بلا شك عرفتوني فين جبتكم اليوم، عند مجوهرات ايوب البنات اللي ديجا كنا صورنا عنده، وهنا الاقبال ديال بزاف تاع المتتبعين ديالنا. اليوم اجيو معايا ندخلوا. السلام عليكم خويا ايوب. السلام اختي، مرحبا. كيداير اخويا لاباس عليك؟ لاباس بخير الحمد لله. كيف ما عودتي المتتبعين ديالنا دائما بالجديد وبالهميزات، كاين اليوم ماشي صود؟ كاين اختي هاد لي كوردون هادو الالوان صيفيين اجيو معايا البنات. ولي بول كبار ماشي لي بول صغار، بلي كولور فلاشي هكذا. كاين هادو اللي فيهم كاملين عقيق، شوفو هكا بحال هادو فيهم سمرود. هما كيفاش كيجيو في اليد، شوفو كيفاش كيجيو ملبوسين. ثلاثة الوحدة شحال كدير؟ 200 درهم. 4000 ريال البنات، 200 درهم. وهذا ما كيتقشر، ما والو هاد الزمرد. الزمرد ما كيتقشرش البنات. 4000 ريال الواحد، البراسلي واحد. البراسلي واحد. واش نفس الثمن كامل؟ نفس الثمن. هادشي كامل نفس الثمن. قاعد لي بول كلهم 200 درهم. 4000 ريال. 4000 ريال. حتى الناس اللي بغات تاخذ كادو. ممكن نصيبهم في اللون اللي بغات. اي لون بغات. اي لون. شوفوا معايا. وهادو اللي شاد؟ هادو. 200 درهم وكاين هادو كيديروا 350 درهم. 350 درهم زايدين. زايدين عليهم. شوفوا معايا هاد التحتانيين غير 200 درهم. هادو 200 درهم كاملين. شوفوا معايا هادشي كامل 200 درهم. خليوكم معنا اللي بغى يعمر يدو بديبولو. شوفوا البنيتات مع كيطيحوا هكا اللي بغى كادوات ما عارف ما ياخذ، كاين هاد لي كوردون هادو ديال لي بور مزيانين. وكادو تحمرت الوجه البنات، 4000 ريال ويبقى عندها. وكما قال لكم هاد العقيق راه ما كيتقشر الزمرد، 4000 ريال. شنو غندوزو دابا خويا ايوب؟ شنو؟ وشوفوا معنا كيفاش كيجيو ملبوسين هاد البراسليات هادو. تقدر تاخذي كل براسلي من لون. هادو الواحد 4000 ريال، هادوك لي بول الذهب. شوفوا معايا وتقدر تاخذي اللون اللي بغيتي، جميع التلوينات كاينين وغير 4000 ريال، غير اللي ما بغاش يلبس الذهب. خليكم معنا وندوزو شكيلات اخرين. ودابا غندوزو لكم الحلقات، شوفوا معنا هاد الحلقات هادو تاع البنيتات الصغار وحتى الكبار، علاش لا. شوفوا معايا هادو كيبداو من 150، كاين 200 درهم كاين 250 على حسب الشكل. كيبداو من 150 درهم. شوفوا معايا وشكيلات مختلفه، جميع الشكيلات اللي بغيتي. اللي يعطي شي هديه لشي بنيه صغيره يلا مولوده، ولا اللي بحال كي بغى يعطي هديه كاين هاد الطوينكات وهاد الخاتم ديالو. هادو شحال تيديرو؟ هادو 500 درهم. 500 درهم البنات، كادو غزال هذا، الحلقات والخاتم ديالهم. شوفوا معايا هادو كما قلت لكم راه يقدروا يديروهم حتى لكم، حنا نقدروا نديروهم. كاينين بحال هادو اللي هكا سامبل، الناس اللي كيعشقوا هكا طوينكات صغار. والثمن كيبدا من 150 درهم. كاين 4000 كاين 5000 كاين. هذا الموديل ها هو ديال شانيل، راه كبير. شوفوا معايا الثمن ديالو 300 درهم. 300. يعني اللي بغات تعمر ودنيها في نفس الوقت بشي حاجه اللي باينه وثمن مرفق، راه الثمن مزيان. هادو راه 18 كاره. وبالنسبه للغرام شحال داير الذهب دابا؟ الغرام اختي دابا حاليا مع هادشي ديال الحروبات الذهب فات 500 درهم، يعني 510 520 ابتداء من هاد الثمن. وكيتختلف الثمن على حسب الموديلات. طالع الذهب دابا. شوفوا معنا هادو ابتداء من 150 درهم. نحاول نشد لكم كلشي باش الناس اللي بغات تسكريني. بالنسبه للتوصيل راه كاين داخل كازا وخارج كازا وحتى خارج المغرب. كترسل خارج المغرب؟ كنا كنرسلو، كان حاليا السيد مابقاش كيرسل. مابقاش كيرسل. يعني البنات غير داخل كازا وخارج كازا. خليكم معنا وندوزو شكيلات اخرين. ودابا غندوزو لعشاق العود اللي كيسولونا دائما على التسنيسلات ديال العود.
شوفوا معنا البنات جميع السميات كاينين، واي حاجه بغيتي تكتبي فيها يكتبها لك بحال امي الغاليه امي الحبيبه. شوفوا معايا الاسماء اللي بغى يكتب شي اسم سميتو اسماء كامله. مناش كيبدا هذا؟ هاد العود تبدا من 300 درهم والثمن كيتختلف على حسب الجوده ديال العود وعلى حسب عاوتاني شنو بغيتي تكتبي في العود. سواء بغيتي ديري قلب بحال هكا ولا شي حاجه كثيره الذهب اكثر من هكا كيتزاد الثمن. حتى الخط الا كان كبير. الخط الا كان كبير. شوف معايا بالعلاقه ديالها هذه كتبدا من 300 درهم. 300 درهم. شوف معايا كاين حتى العود مزيانه البنات. شوفوا معايا هادو كاملين اللي كتشوفوا معايا كيبداو من 300 درهم. بالنسبه للعنوان راه كيتواجد في كازا الولفه قصريه الحاج فاتح. القصريه ديال الحاج فاتح القصريه اللي كاينه لتحت ديالها هو فكاش وكاين في الدخله مول التليفونات. هو راه جا في البروميير. انا في الطابق الاول. الطابق الاول رقم المحل 43. رقم المحل 43 مجوهرات ايوب. اكيد غنخليو لهم الاسم ورقم الهاتف وحتى العنوان في اول الفيديو. خليكم معنا ندوزو شكيلات اخرين. ودابا غندوزو الكورميطا حتى تجي تشوفوا معنا شكيلات هكا خفافين ديال ديما والسلسله صحيحه ديال ديما. السلسله عامره ماشي. شوفوا معنا كاينين شكيلات مختلفه. تقريبا الثمن مناش كيبدا؟ الثمن كيبدا من 500 600 درهم. 500 500 600 درهم. شوفوا معايا جي تشوفوا جميع الكورميطات كاينين بحال هادي. شحال الثمن ديالها؟ هادي الثمن ديالها 2400 درهم حيت هادي ثقيله شويه. وكاين بحال هكا في الشوفه وكلشي يديروا 1700 درهم 1800 ما بقاوش عندي. ولكن الا بغاتهم شي وحده بهذا الباريم هذا نجيبها لها ماشي مشكل. شوفوا معايا كيبداو من 500 600 درهم. اللي عجبها شي شكل تواصل مع ايوب في الواتساب وترسل ليه يقول لي هاد الثمن. بحال هادي شوفوا معنا كاينه ديال 1000 هادي الثمن ديال 2400 درهم. وكاينه بحالها كتبان في الشوفه وفي كل شيء ولكن خفيفه كدير 1700 1800 1700 غيكونوا واجدين باقي خليناهم تي تصيب ان شاء الله. كاين بحال هادي ها هي 700 درهم. شوفوا معنا هادي 700 درهم 700 درهم. شوفوا هادي راه زوينه كتجي هاد الفراشات هكذا كتجي عامره في الليل 700 درهم. نشوفوا كاين هادي في لوي فيتون حتى هي 700 درهم. هادي حتى هي 700 درهم. كيفاش كتجي في الليد البنات كتعمر الليد 700 درهم. كيف ما كتعرفوا راه الذهب طالع دابا وايوب كيدير دائما اثمنه مناسبه. شوفوا معايا هادي هادي تبارك الله ربينه ثقيله. هادي شحال غتكون تدير؟ هاديك الثمن ديالها 3400 درهم. 3400 درهم معنا. تبارك الله هادو ديال شوفوا معايا كتجي بحال هكا. هادي الثمن ديالها؟ هادي الثمن ديالها 1200 درهم. 1200 درهم. كل عشاق الخميسة هكا. شوفوا معايا هادي الخميسة هادي. هادي الثمن ديالها؟ هاديك الثمن 1200 درهم. 1200 درهم. هادي 950 درهم. هادي 950 درهم. هادي داير 1400 درهم. 1400 درهم. شوفوا معايا شكل كينسيب شكل داكشي كيوت البنات. شوفوا معايا اللي بغات تعمر يدها هكا بشي كورميط الثمن كيبدا شفتو من 500 درهم. واللي هو جميع التشكيلات حاجه دايره بحال هكا هادشي باش تكون دايره ديال ديما بحال هكا. شويه الصوت ايوب باش يسمعوك. قلت لك اللي كيبغي شي غورمات تكون بحال هكا دايره ديال ديما خفيفه. كاين بحال هاد الشكالات هادو ديال ديما. هادو الثمن ديالهم هادو كيبداو من 900 الف درهم. من 900 حتى ل 1000 درهم. شوفوا معايا البنات شي حاجه طوب كتعمر اليد كتجي غزاله كما قال لكم راه صحيحه ديال ديما. هادي تجي تشوفوا معايا الشكالات كاملين الناس اللي بغات تسكريني. خليكم معنا وما تمشيو فيه.
ودابا غندوز لكم الكورميطات هكا اللي شويه ثقال شويه هازين الذهب. شوفوا معايا هادو مناش كيبداو خويا ايوب؟ هادو كيبداو من 1700 درهم. من 1700 درهم بحال هكا. شوفوا معايا هادي راه غافينيتي. هادي شحال دايره؟ هادي 1700. 1700 درهم. شوفوا كيفاش كتجي في الليل. كاين عاوتاني هاد عشاق لي بول بحال هكا. شوفوا معايا هادي زوينه. هادي الثمن ديالها؟ واخا نقول لها الثمن. كيفاش كتجي؟ هادي 1750 درهم. هادي ديال لي بول 1750 درهم. ورينا التشكيل هذا شحال غزال هذا. زوين هادي. شوفوا هادي عجبتني. شوفوا شكون هادي كي دايره. خلي يدك هكا مش هكاك. شوفوا كيفاش كتجي. كتجي فنة البنات. هادي الثمن ديالها؟ هادي الثمن ديالها 4600 درهم. 4600 درهم. كاين راه شي حاجة. الكاميرا ما عطيهاش حقها. شوفوا معايا وهادي شحال دايره؟ هادي فيها هكا لي بول. فيها لي بول. هذا السيل الطالياني هذا زوين بحال الموديلات ديال داماس. شوفوا معايا هادي الثمن ديالها؟ الثمن. شوفوا معايا الشكيلات كاملين شكل كاين سي في شكل. هادي الثمن ديال 2600 درهم. هادي شوفوا 2600 درهم. 52000 ريال. ولكن راها هازه. شوفوا معايا شوف عاوتاني هادي كيفاش كتجي شي حاجه راقيه. هادي شحال دايره ايوب؟ هادي الثمن ديالها 1950. 1950 هذاك اللون. وعندي لون اخر فيها اللوينات. فيها اللوينات كاين هذا فيها حتى الزرق. شوفوا معايا الزرق كاين فيها الزرق وفيها الخضر. كتجي شوفوا معايا كاين عاوتاني هادي هكا. شوفوا هادي هادي فنة البنات. شوفوا كيفاش كتجي. هادي الثمن ديالها فيها هكا لي بول وفي هذيك الفراشه. زوينه هذيك. الثمن ديالها نتاكد ليك. تاكد لي من الثمن. شوفوا معايا هذه الثمن ديالها 2400 درهم. 2400 درهم. هذه البنات 2400 درهم. تبارك الله ما شاء الله عنده شكيلات مختلفه في الكورنيطات. هما راه فيهم الالوان. كاين الابيض كاين الصفر. هادو شحال تيديرو ايوب؟ هادو كيبداو من 1800 درهم. 1800 درهم. هاهما شوفو معايا كيما قلت ليكم كاين فيها لي الوان بحال هكا وحدة فيها جميع الالوان. كيبداو من 1800 درهم ياك؟ شوفو معايا بغيتي البيض بغيتي الصفر كاين حتى الذهب البيض. تبارك الله كما قلت لكم ما شاء الله عنده شكيلات مختلفة. شوفوا معايا بغيتي الغليظة بغيتي الرقيقة يعني باش نرضيو جميع الأذواق جميع الشكيلات كاينين. والثمن مناسب عند أخويا أيوب. شوفوا معنا هذه. كاينه هذه ديال كريستيان ديور. هذه ثقيلة هذه. ما فيها لا حجر لا والو زوينة. الثمن ديالها؟ الثمن ديالها 4900 درهم. 4900 درهم. كاين اللي ما خداش اللي ما عجبتوش بشكل كبير. كاين الصغيره ديالها هكا. الصغيره ديالها شحال كدير؟ الصغيره ديالها كدير 2400 درهم. 2400 درهم. حتى هي عندها الفيرموار كبيره هكا. شو وراه هزه واخا كتشوفوها بحال هكا. شوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله جميع الكورنيطات كاينين. خليكم معنا كاين شي صدقه. نشوفو هادي. هادي غافينيتي. واو هادي هادي واعره. هادي الثمن ديالها ايوب؟ 5900 درهم. 5900 درهم ولكن شي حاجه طوب. شوفو معايا كيفاش داير.
راه ثقيله البنات. كاين عندي هذا الشكل هذا كيدير 4300 درهم. كاينه هذه حتى هي ثقيله 4300 درهم. شوفوا كيفاش دايره تبارك الله ما شاء الله. شوفوا كاين عندي هذا الشكل هذا ديال الحصيره هكا. هذه شحال دايره؟ 3600 درهم. 3600 درهم. كاين هذا وكاين هذا الشكل هذا 3400 درهم. وهذا 3400 درهم. كاين هذه 4300 درهم. هذه 4300 درهم. شوف كيفاش كيجيو خطيرين في اللبسه تبارك الله ما شاء الله. كما قلت لكم ها عنده شكيلات مختلفه ما عليكم غير تواصلوا مع الفرق اللي غنخلي لكم في اول فيديو. واللي عجبها شي موديل سكريني وتصيفط له في الواتساب. خليكم معنا ندوزو شكيلات اخرين. ودابا البنات غندوزو للخويت مات كاين حتى المارياج نوريكم خويت مات عاديين عاد ندوزو للمارياجات. شوفوا معنا هذا الكلو هذا شحال دايره؟ 700 درهم. 700 درهم. 700 درهم. كاين عنده تبارك الله ما شاء الله جميع انواع الخويت مات بحال هكا. شوفوا هذا حتى هو سامبل 700 درهم. انا باقي في 700 درهم. شوفوا معايا هذا كيفاش داير 700 درهم. كاين هذا السيد كريستيان ديور حتى هو 700 درهم. وريه لينا ملبوس اجي تشوفوا معايا البنات هذا حتى هو 700 درهم. يلا البنات غير اللي ما بغاش تشري الدار. كاين هذا 700 درهم حتى هو ديال الالوان. نشوفوا معايا هذا فيه لوينات هذا حتى هو 700 درهم. هذا حتى هو 700 درهم حتى هو كيجي في اللبسه غزال. كاين هذا الشكل هذا حتى هو 700 درهم. 700 درهم. شوفوا معايا هذا حتى هو 700 درهم. الناس عشاقين شي حاجه سامبل شي حاجه صغيره. كاين الموديلات بزاف تبارك الله ما شاء الله. نحاول نوري لكم الموديلات كاملين معايا. هاد الكلو هذا 700 درهم. ودابا شنو غندوزو حتى دوك لي بول لي كنا وريناتكم هما الخواتم ديالو اللي بغات تاخدو هو الخاتم درهم ديال الإكس. هذا 850 17000 ريال. هذا ديال الإكس البنات شوفو معايا 17000 ريال. ندوزو للمارياجات. اجي تشوفوا معنا دابا مع موسم الاعراس البنات الناس كاملين كيسولوا على خاتم المارياج. هذا شحال داير اخويا؟ هذاك 1000 درهم. 1000 درهم خاتم ديال المارياج البنات 1000 درهم. ورينا شكل اخر راه كاين عندو حتى هاد الكبار هادو. شوفوا معايا نشوفوا هذا تا هو اللي لابس البنت شحال كيدير؟ هذا الثمن ديالو 1300 درهم. 1300 درهم تا هذا. شوفوا معايا هنا الخواتم تقريبا كيبداو من 1000 درهم. من 1000 درهم ديال المارياج. الثمن كيختلف على حسب الصح ديال الخاتم والسمك ديالو. او شحال هاز تقل يعني الجرام. الجرام. شوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله خويت مات. شوفوا المارياجات كما قلت لكم المارياجات كيبداو من 1000 درهم. وبالنسبه للعاديين راه من 700 درهم اللي وريناكم هذاك الكلو. نحاول انني انا هذا ديري في يدك هذا شوف لينا الثمن قبل ما تلبسوا. هذا الثمن 950 19000 ريال. 19000 ريال للبنات. هذا شوفوا معايا هذا 19000 ريال. شوفوا كيفاش كيجي ملبوس غزال. هذا 19000 ريال. 950 درهم. زوين هذا البنات كما قلت لكم تبارك الله ما شاء الله عنده داك الشيء مختلف جميع التشكيلات كاينين. وعندو حتى الطقم البنات شوفوا معايا هاد الطقم هذا عندي حتى لي سوطوار
هادوك غندوزو ضروري نديرو لهم شي جوج ولا ثلاثة هيك. اه ضروري. شوفوا معنا حتى هاد الخاتم هذا حتى هو شحال غزال هذا 1400 درهم. 1400 درهم كما قلت لكم. شوفوا معنا عاوتاني هاد كاين هذا ديال الكلو 900 درهم. نفسي نشوف كي غيجي هذا 900 درهم. 900 هذا ديال الكلو البنات. شوفوا معايا هذا 700 درهم. 900 درهم 18000 ريال. تبارك الله ما شاء الله. شوفوا معايا عنده ورينا هادو. هذا كيدير 1350. راه كنا دوزنا الكورمات ديالو في لا فيديو في الاول. الفيديو السابق كنا دوزنا الكورمات ديالو. هذا شحال كيدير؟ هذا الثمن ديالو 1350. 1350 خاتم صحيح. باينة فيه صحيح. هذا 27000 ريال. لي كورمات لي دوزنا قبيله في لا فيديو لي فيهم لي بول. لي بول ها الخواتم ديالهم. كاين ديال صف واحد وكاين ديال جوج صفوفه. كاين ديال بلاتي نوريهم ديال صف. هاد ديال صف شحال كيدير؟ الثمن 1200 درهم. 1200. وهذا اللي فيه جوج. هذا اللي فيه جوج كيدير 1850 درهم. 1800. هذا فيه جوج 1850 درهم. وكاين هذا شوفوا معايا 3000 درهم. كاين هذا حتى هو 3000 درهم. هذا طروب. كاين الطقم ديالو كامل. كاين هو وداك الكورميت طوين كاعات والسلسله. خطير. شوفوا معايا البنات الطقم ديالو كامل. دابا الطقم شحال كيدير؟ 13500 درهم. 1,070,000 ريال. 1,070,000 ريال. شوفوا الخاتم ديالو. يعني هو الخاتم. بالخاتم. بالخاتم ديالو. الخاتم والحلقات والكوليه والكومه. كتخبيه. ما فيهش الحجر هذا. هادو دي بول اونو. هذا الشيء ذهب كامل ذهب. ما فيهش كاع الحجر. وتا السلسله هذه راه صحيحه. راه شوبار. شوبار صحيحه. شوفوا معنا البنات. هذا 1,070,000 ريال. خليكم معنا وما تمشيو فيه. وشوفوا معنا حتى هاد الطقم البنات ها هو شي حاجه طوب. هذا سميتو الكلاش. الثمن ديال هذا البراسلي الطوينكات والخاتم والسنسله. الثمن ديالو 12000 درهم. 12000 درهم. 1,040,000 ريال. شوفوا معايا بالسنسله البنات 1,040,000 ريال. كاين عندنا لي سوطوار بالنسبه للناس اللي دايرين. شوفوا معايا لي سوطوار شحال خطيرين. هادي الثمن ديالها؟ هادي 3900 درهم. 3900 درهم. وطويل تبارك الله. هانتوما البنات شوفوا معايا كيفاش كيجي. هذا الثمن ديالو؟ 3900 درهم. ولكن راه خطير. ديري هذا حتى هو. شوفوا تشوفوا معنا واحد اخر هذا حتى هو الطوب. شوفوا معنا هذا حتى هو. الناس اللي دايرين الفوال كيجي طويل. كيجي طويل. هذا الثمن ديالو؟ الثمن ديالو 7300 درهم. 7300 درهم. 146. 146 ريال. ولكن تبارك الله راه ثقيل البنات وهاز. باقيين شي سؤال. كاين هذا تاع الورده. كاين هذا الشاط الورد بلاتي. تشوفوا معنا واحد اخر. هذا شحال كيدير ايا؟ 4600 درهم. بلاتي حيد هاد الفوال هاكا باش تبان له ورده اخرى. 4600 درهم. 4600 درهم. هذا شي حاجه تا هو غزاله. وعاد كاين هذا. شوفوا معايا هذا اللي عند ايوب. هذا حتى هو الثمن ديالو. هذا 5900. 5900. ولكن تبارك الله ما شاء الله راه غزال هذا. عطينا لي بول كبار وسلسله شوبار ديال هذا. نشوفوا كيفاش غادي يجيها. هانتوما كيفاش كيجي. هذا الثمن ديالو ايوب 5900. 5900. قرب لكم باش تشوفوا كيفاش داير.
5900 درهم. وكيف ما كتعرفوا دابا موسم الاعراس البنات، شوفوا معايا هاد المدام شي حاجه طوب. هادو ايوب، هادو مقرا مشلين بالذهب، هادو خدمه على طبق الاصل ديال الذهب. هادو كيبداو من 2800 3000 درهم حتى 3300 درهم، الثمن كيتختلف على حساب الوزن. وهادو راه كيجيو بحال هكا، فيهم المجدول فيهم المجدول الذهب ديالو، شوفوا معايا. يعني ما تحتاجش المرأة تنقصو، داكشي غير كتزيرها على حساب القياس ديالها. وقلتي ليا كاينين حتى في الدق اللي بغات الموديل، هذا الموديل اي موديل بغيتي في الدق يصيبوا لك تقريبا. انا حاليا دابا ما بقاوش عندي في الدق، دابا عندي كيبداو بحال هكا رقاق، كيبداو من 27000 درهم 28000 درهم. كيبداو من 27000 درهم، اي موديل تنصيبو. شوفوا معايا البنات، هادي راه شي حاجه طيب. زوينين وخدمه نقيه. هادو شفتهم تقولوا ذهب البنات، شوفوا فيهم ما فيهمش داك، فيهم بحال الحمر، بحال الذهب الحمر، وفيهم جميع التلوينات اللي بغيتو. كما قال لكم ايوب كيبداو من 2800 درهم. 2800 درهم معايا. هادو كاين هادو اللي فيهم الشمار هكا بحال الشمار مجدول، وكاينين هادوك اللي كيبغيو عشاقين هادو، ها هما كلهم دايرين. عندو شكيلات مختلفه باش نرضيو جميع الاذواق، نصورو لكم كلشي. خليوكم معنا وندوزو شكيلات اخرين. ودابا البنات غندوزو لكم البراسليات، اجي تشوفو معانا. هادو خويا مناش كيبداو؟ هادو كيبداو من 1900. هذا 1900 درهم. شوفو معايا هذا 1900 درهم. ديري الشكل ديالو كيفاش غيجي؟ 1900 درهم، شوفو كيفاش كيجي 1900 درهم. ندير هكا باش يشوفو هاك، دوري يدك. 1900 درهم. والكلو اللي كيسولو عليه الناس كاملين شحال تيدير؟ كاين هاد الكلو هذا بالضبط، هذا داير 5000 درهم. 5000 شي حاجه صحيحه، ماشي بحال اللي كنا دوزنا في فيديوهات السابقين ب 1700 1800، هادو كلو غليظ شويه يعني. وكاين هذا 3900 درهم، زيدين في الغرامات وصافي. هذا 3000 و 900 و 900 درهم هاد الكلو هذا. شوف معايا. كاين عندي بحال هكا، هادو كيجيو زوينين حتى هما. الثمن ديالهم؟ الثمن ديالهم 3100 درهم. 3100 درهم، شوفوا معايا. ها هو بحال هكذا الفراش هادي. لازم نوري لكم ملبوس، شوفوا معايا كيفاش كيجي ملبوس خطير. هذا شحال؟ 3000 و100 درهم. و100 درهم، دور يدك هكا باش يشوفوا. 3000 و100 درهم هو هذا. وهذا اللي بلدي، الناس حتى هما نديروا لهم خاطر. هذا 4000 درهم. هذا 4000 درهم البنات، هذا تبارك الله. الناس اللي كيبغيو شي حاجه بلدي، شي حاجه للمناسبات، الناس اللي كتبغي براسليات هكا ديما، كاين هادو حلوين، هادو صغار. كاين اللي كتبغي دير هكا ثلاثه مختلفين، فكل حاجه. كاين عاوتاني حتى بحال هكا، هذا طروادي. شوفوا معايا الطروادي، هادو ديال واحد السيده، هذا كيدير 4100 درهم. يمشي مع هاد المارياج. هذا المارياج شحال كيدير؟ هاد المارياج كيدير 50000 ريال. 50000 2500 درهم. شوفوا معايا. وكاينه السلسله ديالو، بودونتيف، يعني خدات هي اونسومبل. بودونتيف هاك، شوفوا معايا بودونتيف كيدير 900 درهم. 900 درهم البنات، كما قلت لكم تبارك الله ما شاء الله، عندو جميع التشكيلات، روميين بلديين، والثمن راه كيبدا من 1700 درهم. ودابا البنات غندوزو للخلخال، بزاف تاع الناس سولونا في التعاليق بغاو الخلخال. شوفوا معنا هادو، قلتي ليا واخا تنعس بيهم كلشي يعني صحاح. صحاح. ومناش كيبدا الثمن؟
الثمن كيبدا من 1200 درهم. من 1200 درهم كيبدا الثمن. شوفوا معايا جميع التشكيلات تاع الخلخال. كما قلت لكم ايوب توصيل داخل كازا وخارج كازا، ما عليكم غير تواصلوا معاه في الارقام اللي غنخلي لكم باول فيديو. وبالنسبه للمحل كيكون مفتوح حتى لثلاث ايام اسبوع. ثلاث ايام اسبوع، ما كتسبت نهار الجمعه الصباح الا الجمعه الصباح البنات، من 10 الصباح حتى 10 الليل. كنحل ديما من 10 الصباح حتى 10 الليل. من 10 الصباح حتى 10 الليل كما قلتي لي. هادو كيبداو من 1000. هادو كيبداو من 1200 درهم. 1200 درهم. عندي موديلات ب 700 درهم تقاداو لي، غادي يكونوا غادي يكونوا ديال 700 درهم. كاين حتى الخلخال ديال 700 درهم ما بقاوش عنده، ولكن غادي نجيو الناس اللي بغاو يتواصلوا معاه في الرقم اللي غنخلي لكم باول فيديو. كان هذا هو الختام ديالنا البنات، ختامه مسك. ختمنا لكم بهذا الخلخال، هذا ما سخيناش، بغينا نوريكم كل شيء اللي عند ايوب. ما بغيناش نطولوا عليكم الفيديو واخا طولناه، بغيت نوريكم جميع التشكيلات باش نرضيو جميع الاذواق. نخليكم هنا البنات، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جاي مع الجديد ومع الصولد البنات. وبسلام عليكم.